كان كتير منيح لو وافق عمي على أنه يتزوج هديك المرة. على القليلة كان وقع الوراق وكل واحد راح بطريقه، وهلأ شو؟ نحن لا فينا نسأله عن الزواج ولا فينا نسأله عن الوراق، وهي غالية كمان. رح ترد تسأله مرة تانية، هو رح يرجع يأجل توقيع الوراق، ومين بيعرف بقى إمتى رح يوقع. ليكي، أنا حاسة إنه عمي لازم يتزوج، بس سببي أكيد أنا مختلف عن سببك أنتي. القصة هلأ مو قصة التوقيع كاش، القصة كمان متعلقة بمستقبله. يعني نحنا مو المفروض إنه نقلق بعد توزيع الأملاك، لأنه عمي رح يبقى لوحده وقتها، وأنا كتير رح أزعل مشانه. حتى إذا تزوج عمي رح يبقى بالي مرتاح بالمرة، لحتى أشوف مين عم يدير باله عليه منيح. لهيك أنا شايفة إنه ضروري يتزوج. بلاش الشي اللي أنت عم تقولي كتير صح، حتى أنا كان بدي أقول هيك. عم قلك كاش، غالية دشماني هي الوحيدة يلي بتقدر تدير بالها على عمي كتير منيح وتضل معه. إيه عن جد معك حق، أنا ما عندي مانع أبداً، بس عمي لازم يوافق على الزواج، ما هيك؟ شكلك كتير مستعجلة تزوجي عمي. لا بلاشا، أنا مالي مستعجلة على زواجه، مستعجلة على تقسيم الأملاك. بقى أول ما عمي يوافق على الزواج ويتزوج أكيد رح ينشغل بحياته الزوجية، وعلى القليل ما رح يتدخل بحياتنا بقى، وما رح يكون في مشاكل بتقسيم الأملاك. ولما هو يوقع بيكون انتهى. يا عمي، عمي أول شيء قلي ليش هيك تصرفت مع غالية، مشان الله قلي. عمي بترجاك، هلأ هي رايحة بترجاك توقفها. عمي عمي هلأ إذا غالية راحت ما عاد ترجع لهون. ميرا، كل ما بتفكري أكتر تتعبي أكتر، لهيك أفضل شيء اسكتي وقيمي الفكرة من بالك. عمي يعني أنت كيف فيك تحكي هيك بكل هدوء ولا كأنه في شيء صاير معنا؟ يا عمي قلي شو اللي صار لك، أنا فيني شوف كتير منيح أنك مانك مرتاح أبدا، ورغم هيك عم تقلي إني أتركك وما أقلق عليك. حتى قبل ما نفترق عم تتبرى مني هيك يا عمي؟ طيب قول شي. ميرا خلصنا، شو عم تقولي؟ الله يخليك الله يخليك، أنا بترجاك الله يخليك. غالية رايحة بدي توقفها يا عمي، رح تروح من هون. عمي إذا راحت تتأكد إنه بعمره ما عاد ترجع لعنا، إذا راحت رح تبقى لحالك على طول ورح تتوجع كتير، وهذا الشي أنا ما فيني أتحمله. الوحدة والألم اللي شفتهم بعيون غالية هلأ عم أرجع أشوفهم بعيونك أنت عمي، لهيك أنا بعرف قديش الواحد بحاجة لحدا يدعمه. بس بدي تسمعني، المستقبل تبع البيت كله بيعتمد على قرارك اللي رح تتخذه. عمي اسمع مني، وقفها وقفها وقبال الزواج منا، وبعدين رح تشوف كيف كل العلاقات بهالبيت رح ترجع مثل ما كانت، هالبيت رح يرجع يعيش بسعادة لو سمحت يا عمي. يا عمي انت اللي علمتني كيف اعرف اتصرف باوقات الشدة، لانه عندك منطق وبتعرف تتخذ القرار المناسب وبوقته كمان، وهالفرصة بجوز ما تتكرر انه غالية تجي بنفسها لهون مشان تعرض عليك الزواج. عمي لو سمحت قول ايه اقبال بهالزواج، بترجاك بترجاك. ممكن فنجان قهوة؟ ها؟ قهوة؟